السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. لجنة أبو رغيف اللي كانت اليد الأمنية الضاربة للحكومة السابقة ولرئيس الحكومة عاشت فسادا أمنيا واستغلالا للمنصب، حيث نفذ الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، شبهها البعض بممارسات النظام المباد الدكتاتورية، بل ربما تفوق عليهم الأمر بما دعا القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة متابعة وتدقيق الشكاوى اللي وردت من قبل المواطنين اللي كانوا تحت يد التعذيب لأبو رغيف وبقية الضباط في لجنته. وها هي اليوم توصيات اللجنة والتحقيق القضائي يثبت صحة ما تم تداوله من اتهامات لجرائم أبو رغيف، لتكون كلمة الفصل اللي أطلقتها حكومة الخدمات بإحالتهم إلى التقاعد. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، من الماء إلى النفط الخام، تمارس أنقرة سياسة لي الأذرع مع بغداد بعد فرضها شروط تعجيزية في الاجتماعات المصيرية لعودة استئناف خط جيهان بعد توقف لمدة طويلة إثر قرار المحكمة الدولية اللي أعادت ترتيب أوراق العلاقة النفطية وضبطت إيقاع تعامل أربيل. سياسة الجارة الشمالية تحاول جاهدة لأن تكون الطرف الثالث في العملية، فضلا عن ابتزاز بغداد لتقليل حجم التعويضات أو تصفيرها نهائيا. على كعب الاشتراطات التركية يفقد العراق يوميا خسائر بملايين الدولارات، ولا يقف هذا التداعي بيد أن مؤشرات الاتجاه صوب الخيارات البديلة اللي تفتقر في المقدمة منها طريق الجنوب أو خط بانياس. هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. للمخالفات القانونية اللي لا يمكن تجاوزها حتى بعد مضي أشهر عليها، اليوم كان وبعد ما يقارب 6 أشهر صدرت توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بملف متابعة جرائم أبو رغيف والضباط مما وردت أسماؤهم معه، تمت المصادقة عليها لإحالتهم إلى التقاعد وعدم استلامهم أي منصب مستقبلا. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف ونناقشه ويا ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. أحمد أبو رغيف اسم صار يشار له دلالة الجريمة بانتهاج سلوك التعذيب ضد المعتقلين وممارسة الجرائم غير المقبولة قانونا، الذي يعده المراقبون انتهاكا للإنسانية واستغلالا للمنصب. فهذه الاعتقالات والتعديات الإنسانية التي طالت الكثير من الأبرياء من قبل لجنة الفريق أبو رغيف وأعضائها التي شكلت بأمر حكومة تصريف الأعمال، لا يراها مراقبون أنها انطلقت من قوانين غير دستورية ومرفوضة. أنا أعتقد كان هنالك توصيات. أولا هو إحالة الضباط 8 بالإضافة إلى منتسب إلى التقاعد، وكذلك إحالة ملف هؤلاء المتورطين في هذه الانتهاكات للسلطة القضائية، وبالتالي أنا أعتقد بأن السلطة القضائية سوف تكون لها الكلمة حيال هذه العمليات التعذيب التي هي تنافي العملية الديمقراطية وحقوق الإنسان. فعلى إثر الانتهاكات الإنسانية وجرائم التعذيب التي مورست تحت ظل هذه اللجنة التي اعتقلت الأبرياء بمسمى التحقيق والكشف عن الفساد، شكلت حكومة الخدمات لجنة التحقيق للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، لتأتي بكلمة الفصل التي أثبتت جرائم وتقصير المتورطين بممارسة التعذيب خارج الأطر الدستورية. أعتقد أيضا يجب أن لا يكتفى بالتقاعد، إنما يجب أن تطبق كل الإجراءات القانونية من خلال قانون العقوبات العراقي ضد هذه الشخصيات، وأيضا يجب أن تكون هناك يعني جنبة سياسية في هذا الموضوع، أنه الترشيح للمناصب الأمنية والحكومية يجب أن يخضع إلى القواعد المهنية وقواعد حقوق الإنسان، ولا تكون شخصيات تمتلك هذه الأنفاس المجرمة في مواقع أمنية مهمة. ووفقا للإجراءات القانونية والتحقيقات الخاصة مع الفريق أول أحمد أبو رغيف ومن ورد اسمه في التحقيق القضائي الذي استمر عدة أشهر، تمت إحالة أبو رغيف ومن ثبت عليه التورط بهذه اللجنة إلى التقاعد بعد المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة. نهى الشمري، الأيام.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين في هذا الملف، الدكتور مصدق عادل أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، حياك الله دكتور. حياك الله كريما محمد حضرتك، وكذلك أرحب بالأستاذ محمد الياسري المحلل السياسي ضيفا كريما، أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. بدأ مع حضرتك دكتور مصدق، يعني تحدث عن قرار المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة ضد الفريق أحمد أبو رغيف، هل قطع الشك باليقين ووضع النقاط على الحروف؟ وفي متابعة لمنشورات حضرتك واستضافات حضرتك كنت دائما في وجود حكومة الكاظمية كنت دائما تقولها صراحة على الإعلام، ولكن يبدو أن لا أحد يسمع إلى أن اليوم صدر هذا القرار. السلام عليكم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. فيما يتعلق بحكومة الرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، حقيقة عندما شكل الأمر الديواني رقم 29 في آب 2020، حقيقة أول من كتب عن عدم دستورية هذا الأمر هو حقيقة أنا، ونشرته في العديد من المواقع والمراكز. لكن مما يؤسف إلى أن المحكمة الاتحادية العليا تأخرت إلى أكثر من سنة ونصف، يلا حكمت بعدم دستورية وجود لجنة الأمر الديواني 29، واليوم اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء قد أدلت بدلوها وأعطت توصيات. حقيقة البعض من التوصيات قد جانب الصواب والبعض الآخر قد أصاب الحقيقة. بالنسبة للشق المتعلق بمتابعة الملف القضية مع القضاء، هذا الأمر حقيقة من المعيب أن يصدر من قبل لجنة تحقيقية عالية المستوى، باعتبار أنه متابعة الإجراءات حتى في بعض الأحيان أشخاص غير قانوني يتابعون الدعوة، فبالتالي كان الأجدر أن تقوم هذه اللجنة بإثبات إحالة المقصرين في القائمة أدنى إلى المحاكم المختصة بجريمة التعذيب وجريمة استغلال النفوذ والكسب الغير مشروع، وتذكر المواد القانونية. المسألة الثانية حقيقة التي استوقفنا عند توصيات اللجنة التحقيقية هي مسألة إحالة المقصرين إلى التقاعد، والتقاعد حق. واليوم احنا لو نرجع لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، نجد أن هنالك عقوبتين أساسيتين هي الطرد والإخراج وليس الإحالة إلى التقاعد. اليوم اللجنة التحقيقية عندما أحالت المتهمين بتعذيب المواطنين والمسؤولين وابتزازهم وانتهاك حقوق الإنسان، حقيقة أعطت تصور سيء للمجتمع العراقي بأن اللجنة التحقيقية لم تراعي حقوق الإنسان في العراق، فبالتالي كان الأجدر عليها أن لا تحيل هؤلاء المجرمين إلى التقاعد، وإنما تطردهم من الوظيفة باعتبار أنهم ارتكبوا أفعال جريمة، أفعال جرمية خطيرة تضر بالمصلحة العامة وتجعل بقائهم خطر على الوظيفة العامة. باقي التوصيات حقيقة هي عبارة عن مجرد إشعارات، مثل إشعار هيئة النزاهة بالتحقيق في استمارة الكسب الغير مشروع ومدى تحقيقهم مزايا وظيفية. هذا الأمر حقيقة يعني من باب التزيد، يعني كان بإمكان اللجنة التحقيقية استغرقت 6 أشهر، كان بإمكانها أن تطلب استمارة كشف الذمة المالية من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، وتطلب التحقيق مع المتهمين، وبالتالي تدقق الأوليات والملفات، وبالتالي ستتحقق من وجود كسب غير مشروع من قبل هؤلاء المتهمين على حساب حقوق المواطنين. لهذا حقيقة اللجنة التحقيقية التي أصدرت توصياتها لهذا اليوم نعتقد أنها لم تكن بالمستوى الطموح، باعتبار أن هذا الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق في دولة ديمقراطية يمارس فيها رئيس الوزراء وبتوجيه وإشراف مباشر منه في ظل الحكومة السابقة، تشكيل لجنة لا تنسجم مع الدستور وتغتصب صلاحيات هيئة النزاهة باعتبار أنها المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد، وتغتصب في نفس الوقت صلاحيات القضاء باعتبار أنه يوجد قاضي تحقيق مختص في التحقيق في هيئة النزاهة، فبالتالي كان الأجدر على هذه اللجنة أن تتعمق في التحقيقات وأن تفرض عقوبات تنسجم مع الفعل الذي صدر من الجناح. طيب، شارت الأبرياء والمعذبين في سجون هذه اللجنة أستاذ محمد، هل حققت هذه الملاحقة القانونية برأيك إذا ما آمنا بهذه الارتباطات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم والمشاهدين الكرام.
طبعا بداية هذه اللجنة المشكلة من قبل الحكومة سيئة الصيت حكومة الكاظمي، طبعا هي كانت كما تفضل ضيفكم الكريم المختص في القانون فيما يتعلق بأنها غير قانونية، وهذا الغريب أنه طالت لأكثر من سنة ونصف حتى ثم حكم بالقضاء، ولكن لم تكن هناك في الفترة الماضية أنه اتخاذ إجراءات بحقها. اليوم عندما صارت هناك مجموعة من الشكاوى وعمليات الابتزاز والتعذيب والممارسات غير القانونية، وكذلك حتى تدخلت في المجالات التجارة والزراعة وابتزاز وتهديد لمستثمرين والتجار فيما يتعلق بالجانب المالي، وكذلك وصلت حتى تهديد في الأعراض لبعض الشخصيات، هذه الحالة التي قامت بها حكومة الكاظمي وهذه اللجنة عندما جاءت حكومة السيد السوداني لاحظت أن هذه مجموعة الشكاوى، لكن وإن تأخرت وعملية التأخر في النظر في هذه الشكاوى باعتبار حتى لا تكون كما روجت المستشارين أو المجموعة الكاظمي في السابق بأن هناك عمليات انتقام من يحسبون على الكاظمي، حكومة السيد السوداني أرادت أعطاء فسحة بأن حتى لا تطلق هذه التهم، يعني مهما كانت الأدلة هذه المجموعات التي هي لديها ضلوع ونفوذ في قنوات إعلامية وكالات إعلامية مؤسسات إعلامية وكذلك ممكن أن تسبب إرباكا في الشارع وتحرج حكومة السيد السوداني، كان هذا الخيار أنه عملية التأخير في هذا الجانب في هذه النقطة، لكن الملف في كما ذكر السيد السوداني جميع الملفات في الفترة السابقة جميع المخالفات جميع التي الأحداث غير القانونية التي جرت في السابق ستفتح ولكن كل في وقت مناسب. اليوم هذه اللجنة عندما صادقت وأرسلت هي بالنتيجة طبيعية وحتمية لما قام به أبو رغيف وهذه العصابة بحق الأبرياء والجرائم التي ارتكبت، كان أن هذه نتيجة طبيعية أن يذهبون إلى القضاء، لكن الإشكالية وين؟ إنه المسألة في الأسلوب والوقت المناسب اللي تم اختياره في هذا الوقت بالذات باعتبار حتى لا تكون هناك كما ذكرت بأن هناك عملية انتقام، وبنفس الوقت إنه هذه اللجنة التحقيقية حتى الموضوع الذي ذكره الدكتور مثل إحالتهم على التقاعد، عندما يأتي أي قانوني أو أي شخص يقول لماذا يحال إلى التقاعد إذا كان هذه جرائم هذه واللجنة أثبتت تقصيره وجريمته بهذه الصورة وإحالته إلى القضاء لماذا يتم إحالته إلى التقاعد؟ هذا أيضا هناك بالتأكيد ضغوطات تمارس على الحكومة في باب أنه مثلا عملية الطرد أو عملية العزل في القانون الإداري إذا مورست مثلا كيف يكون الوضع، وهذه الاتهامات قد تطال الكاظم أيضا بنفس الوقت باعتباره هو الأمر بتشكيل هذه اللجنة وهو يتحمل هذه النتائج وهذه الإخفاقات، فبالتالي أنه هذه عملية الضغط على الحكومة مثلا أدخلت في هذه اللجنة أنه يحالون إلى التقاعد، لكن هل هذا المادة وهل هذه التوصيات هل يأخذ بها القضاء أم سيكون له رأي آخر؟ طيب بالتأكيد عدا القضاء يعني المواطنين اللي تأذوا وتعذبوا خسروا ثروتهم خسروا صحتهم الأذى النفسي، يعني علماء النفس يقولون أكو مصطلح يسمى الاعتقاد بعالم عادل أو الاعتقاد بعدالة لا العالم لا بالتأكيد اللي عجائز نسموه الحوبة أكيد بالتأكيد أنه هذه هم أيضا يجب أن يكون هناك تعويض للمتضررين هذا من هذا الجانب، ومن جانب آخر أنه هاي العقوبة الإلهية ليس فقط في الدنيا وفي الآخرة أيضا، لكن المسألة أنه يجب أن يكون هناك قصاص دنيوي أيضا لهم وينتظرهم العذاب الأخرى والذي يكون هناك فيه القصاص الأكبر، بالتأكيد أنه هذه المظلومية اللي وقعت على كثير من الأبرياء في هذه اللجنة وجاءت في ظروف استغلال حقيقي للوضع العام باعتبار هناك كانت البلاد على شفا فوضى في أحداث تشرين والتي نتجت عنها هذه الحكومة، كانت عملية استغلال واستغلت أيضا هذا الوضع وهددت حتى بعض القوى السياسية في حال عدم الاستجابة. مثلا أنا أذكر أول المهمة اللي كلفت بها حكومة الكاظمي هي نقطتين أساسية، تهيئ الاستعدادات لإقامة والتهيئات للانتخابات، وحتى هذا الملف اللي هي أصلا جاءت من أساس على حكومة الكاظمي فشلت فيه، لا هيئت بشكل حقيقي أنه للانتخابات وكذلك الانتخابات التي طالت فيها الكثير من الشبهات، فبالنتيجة حتى هذا الأساس
وبنفس الوقت ثم ذهبت إلى موضوع النفقات المالية ورواتب الموظفين وقطع رواتب السجناء السياسيين ورفع حقوى. هذه الإشكاليات لك. هذا كل الأساس تم استغلاله والقيام به ومصيبتها اليوم التي هي نتحدث عن اليوم هي هذه اللجنة السيئة. فهذه الإشكاليات اللي رافقت حكومة الكاظمي نتائجها اليوم كل ما قام به في الفترة السابقة بدأ السيد السوداني يعالجه بشكل حقيقي، ولكن الوقت هو الذي يحدد. وهنا راح نشوف أيضا القانون لمن راح يطال حدود القانون، لمن تصل دكتور مصدق؟ يعني هل تصل خيوط هذه الملاحقة القانونية للقائد العام القوات المسلحة السابق بما أنه هو المؤسس لهذه اللجنة وأعمالها كانت تحت أنظاره وبرضاه؟ حقيقة في البدء أن اللجنة هي كان تشكيلها غير دستوري من الباطل، باعتبار أن الدستور العراقي أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وحدد صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية ورئيس مجلس الوزراء وفق المادة 78. فبالتالي رئيس الوزراء حقيقة تعسف في استعمال السلطات الدستورية الممنوحة له، وبالتالي أصدر لجنة الأمر الديواني 29. فبالتالي اليوم عندما تم ارتكاب أعمال جرمية ضد أبناء الشعب العراقي سواء كانوا مواطنين أو مسؤولين، المادة 78 من الدستور واضحة وصريحة تقول أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الأول والمباشر عن السياسة العامة للدولة. فأنت من شكلت لجنة الأمر الديواني برئاسة أبو رغيف، فأي شيء أبو رغيف يسوي فأنت بالنتيجة تتحمل يا رئيس مجلس الوزراء السابق، باعتبار أن المبدأ في القانون مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه. فلهذا اللجنة التحقيقية اليوم حقيقة نستغرب صمتها المطبق عن عدم إثارة أي مسؤولية لا سياسية ولا جنائية ولا مدنية اتجاه رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي باعتبار المشرف الأعلى على هذه اللجنة. المسألة الثانية مسألة التعويضات اللي يفترض المادة 37 تقول لكل من انتزع اعتراف منه بالقوة وتعرض للتهديد الحق في الحصول على تعويض. اليوم اللجنة التحقيقية قالت فقط انه على الجانب الجزائي فيما يتعلق بمسألة تضخم الثروات والكسب الغير مشروع للمتهنين، لكن بالمقابل تغاضت عن مسألة الانتهاكات الحقوقية لحقوق المتهم ومنها ضرورة عرضه على قاضي التحقيق خلال 14 يوما وعدم جواز الحجز، هذه كلها حقوق دستورية تم ضربها عرض الحائط. فبالتالي اليوم حقيقة نحن نعول على القضاء العراقي باعتبار أن القضية مودة على ذا قاضي تحقيق الكرخ. فبالتالي القضاء العراقي هو من سيتعامل مع الأدلة وبالإمكان أن يصار إلى الاستناد الى افادات الشهود وكذلك دكتور افادات المشتكين. عندنا يعني حاله ابو رغيف الى التقاعد والاخرين معه وعدم تسنهم من مناصب، هنا راح يكتفي القضاء بهذا الموضوع ام ان دولاب العقوبات لا زال في الدوران؟ حقيقه ذكرت لك انه هذه العقوبات مع الاسف تصدر من لجنه تحقيقيه رفيعه المستوى عباره عن ذر الرماد في العيون. شخص معذب مواطن أحيل للتقاعد، اليوم القضاء العراقي سوف لن يلتزم بأي مما جاء في اللجنة التحقيقية لأن القضاء العراقي مستقل في جميع تحقيقاته، وبالتالي ما سينتهي إليه القضاء نعتقد حتى لو استغرقت التحقيقات سنة أو سنتين نعتقد أن المحاكمة النهائية ستكون بإصدار أحكام تصل إلى غاية السجن والحبس ضد الفريق أبو رغيف وكل من اشتركوا معه في تعذيب المواطنين وإرهابهم وابتزازهم ومساومتهم من أجل تحقيق مصالح شخصية. وهذه حقيقة القضاء العراقي مثل ما قلت لك لن يتردد في فرض العقوبات المناسبة باعتبار أن العقوبات التي صدرت اليوم من هذه اللجنة حقيقة لا تنسجم مع الفعل الجرمي المرتكب من الجنى. طيب يعني الكثير أستاذ محمد شبهوا هذه اللجنة وقالوا ما أشبه اليوم بالبارحة، يعني من خلال ممارسات التعذيب، التعليق بالأيدي في السقوف، الخنق بالأكياس البلاستيكية، لجنة علي حسن المجيد، الصعق بالكهرباء، انتهاكات جنسية. هذه الصور يعني تدلل أن اللجنة يعني نسخة تصرفاتها من البعث والحقبة الصدامية.
بالتأكيد هي تشبه يمكن أو يطلق عليها أن يمكن أن يطلق عليها بأنها لجنة علي حسن المجيد بشكل أدق، لأن تصرفاتها خصوصا أن هؤلاء المجموعة أغلبهم هم من البعثيين الذين كانوا وتربوا في عهد النظام السابق، من كان تدرجوا في الأجهزة الأمنية في النظام السابق، والظروف في الوضع السياسي والنظام السياسي الحالي والعفو العام وتعطيل بعض إجراءات المساءلة والعدالة، وكذلك كلها كانت عامل بأن هؤلاء مجموعة من المرتزقة أن يكونوا بهذه المستوى ويتسنموا ويعذبوا المواطن بهذه الأساليب التي منافية تماما. يعني إذا نلاحظ مثلا حتى الشكاوى اللي صدرت والاعتراضات في وقت اللجنة اللي كانت مشكلة من قبل الكاظمي، مفوضية حقوق الإنسان حاولت أن تطلع على العمليات التعذيب منعت من قبل الحكومة، وكان يفترض أنه إذا كانت هناك أنه اللجنة بكل تصوراتها ووضعها وتصرفاتها وسلوكياتها سليمة كان يفترض أنه تطلع عليها مفوضية حقوق الإنسان، لكن منعت بنفس الوقت وتحمل تحجيم دارة، ولم تأخذ حتى الشكاوى التي تقدم بها ذوي الذين تعرضوا للانتهاك والتعذيب. بالنتيجة هذه الحالة هي بالتأكيد إذا قلنا يمكن أسوأ حكومة كانت بعد العام 2003 بالنظام السياسي الحديث هي حكومة الكاظمي، لأن كلها كانت عبارة عن مخالفات. أنا أحد القادة السياسيين في جلسة ذكر بشكل بالنص، قال أنه أينما نذهب بعد طبعا ما أنه استلمت حكومة السيد السوداني، قال أينما نذهب نجد آثار ومخالفات وآثار السرقات حكومة الكاظمي في كل مكان وبشكل واضح، يعني مو مسألة مخفية أو واضح. لهذا كانت تصريحات تطلق من فريق الكاظمي بأن هناك عمليات انتقام، هذا للتمويه وعرقلة الحكومة، فضلا عن ممارسة الضغط على حكومة السيد السوداني بأن هذه الملفات تؤخر في تحت عدة عناوين وتحت مجالات. ولهذا أنه كان يفترض مثلا اللجنة التحقيقية تشكل منذ البداية منذ تشكيل حكومة السيد السوداني، أن أنه هذه اللجنة تشكل بالمخالفات اللجنة 29. طيب لكن يعني هذا اليوم الآن عندما صدرت، أنا أقول هم للدكتور المصدق بما يتعلق أنه هذه اللجنة فيها مثل أنه المخالفات قانونية، أنه هذه اللجنة ذكرت هذه كبوابة أنه أساسية بأن تحال هذه الملفات إلى القضاء. للقضاء هناك رأي آخر سيذكر كل التفاصيل، لكن اللجنة ثبتت بشكل أساسي أن هناك تقصير وهناك فشل وهناك جريمة وقعت والمتسببين بها، ذكرت أسماءهم بشكل مفصل وحالت الملف للقضاء. هذه النقطة وملف القضية أنه هذه أثبتت التقصير والجريمة بهذه الشخصية. هذا ما هو طافي إلى السطح، ولكن ما نعرف بقية الجرائم دكتور مصدق. يعني إدانة هذه اللجنة هل ستفتح باب أو فضاء أوسع وأرحب لكل المتضررين منها لتقديم شكاواهم؟ حقيقة القضاء أبوابه مفتوحة أمام جميع المواطنين، حتى من لم يدخل إلى سجن أبو رغيف أو تم ابتزازه وهو خارج أسوار الاعتقال بالإمكان أن يتوجه للمحاكم ويثبت انتزاع أمواله أو ملكيته، وبالتالي لن يتردد القضاء في حال وجود شهود ومستندات تثبت ذلك من توسيع نطاق الاتهامات. حقيقة يعني كوجهة نظري باعتباري حقيقة كنت محقق سابق في مجلس القضاء، هي الجرائم ارتكبها لجنة الأمر 29 حقيقة يعني لا أعتقد أنها تقتصر على 14 اسم، لجنة اختصاصها جمهورية العراق بأكملها من الشمال إلى الجنوب، ونجي في نهاية المطاف 14 شخص. زين أين المحققين؟ أين الكتاب؟ أين الذين كانوا يقومون بتعذيب المتهمين الموقوفين ضمن اللجنة؟ عشرات الأشخاص مشتركين في هذه الجرائم، هل من المعقول هذه الجرائم الكثيرة مرتكبة من قبل 11 شخص؟ هذا الأمر حقيقة ليس بالإمكان التسليم به كليا، ولهذا نعول اليوم كثيرا على قاضي التحقيق المختص الذي سوف يفتح جميع الوسائل الاشراك في هذه الجريمة سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ونعتقد أن هنالك العشرات من المتهمين الذين ستكشف قادم الأيام عن اشتراكهم وضلوعهم في هذه العمليات، باعتبار أن هذه اللجنة
لم تتصرف من تلقاء نفسها، وإنما بناء على وشاية مخبر سري أو بناء على معلومات قدمت إليها. فبالتالي هؤلاء الذين اشتركوا في هذه الجرائم لماذا لم تشر إليهم اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء اليوم؟ كل هذه التساؤلات حقيقة تحتاج إن شاء الله إلى جهود مباركة من قبل القضاء، ونعتقد أن القضاء العراقي لا زال قادرا على إعادة الحقوق لأصحابها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصدق عادل أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، أتركت الحوار في هذا الملف، وشكر كثير لحضرتك ضيفك الكريم في الاستوديو الأستاذ محمد الياسر المحلل السياسي. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأعزاء. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، ارحب بضيفي الكريم الاستاذ مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي، حياك الله استاذ مصطفى ضيفا كريما. وكذلك ينضم معي عبر سكايب الدكتور غالب محمد عضو لجنه النفط والغاز النيابيه السابق، حياكم الله ضيوفا الكرام. استاذ مصطفى، لماذا اطالت انقره يعني في موضوعة استئناف تدفق النفط العراقي عبر خط جيهان، مع تاكيدها بان الاسباب فنية صيانة وما إلى ذلك، وهذه الأسباب الفنية هل هي حقيقية أم أنه مجرد أن تصل للدوائر السياسية ومن ثم يكون القرار سياسي وليس فني؟ لا ترى حضرتك، ورحب بضيفكم الكريم ومشاهدي قناتكم الأعزاء، حياكم. اسطنبول في حالة خاصة، يعني أنقرة الآن و يعني جمهورية تركيا الآن تسعى إلى عمل معين، ألا وهو الخروج من معاهدة لوزان، اللي هي يعني معاهدة لوزان هي مثل البند السابع، عقوبات دولية فرضت سنة 1923 إلى 2023، 100 سنة على تركيا. هذه المعاهدة تحد من قدرات تركيا الاقتصادية والنفطية والتجارية وسيطرتها على موانئها، يعني ما تمتلك من قدرات كدولة بموقع جغرافي تحد من هذه القدرات كلها. شو كنت تخلص هاي الاتفاقية 2023؟ لكن من بنود يعني الأساسية لأن تخرج تركيا الاتفاقية أن يكون لها مشاكل دولية جديدة أو سابقة تكون تحلها كلها مشاكلها الدولية. لذلك شوف تركيا لما انكسب العراق بمحكمة باريس القرار بإيقاف تصدير النفط عبر جيهان التركي كأنه خط عراقي، يعني تم إنشاء سنة 1976 بأنبوبين، يعني الطاقة الاستيعابية من 500 إلى مليون و100، هذا العراق انشاء وليس كردستان، يعني كان ذاك الوقت أصلا ما كان الإقليم هو إقليم دستوري، الإقليم الدستوري أصبح بعد 2003، الانفصال كان من 91، فبالنتيجة الخط من 76، فعلى أساس يتم عملية التصدير، وكردستان ما تمتلك حق التصدير الدولي ولا تمتلك حق بيع النفط بشكل دولي من دون رجوع للمركز. تركيا امتثلت قبل ما تتكلم كردستان عن الموضوع. ليش؟ يعني تركيا ما تي تدخل بأي مشاكل دولية استعدادا للخروج من اتفاقيات لوزان، فبالتالي الآن هم ما يقبلون يرجعون تصدير النفط عبر جيهان إلا بعد ما يكون هناك اتفاق ودخول الموازنة حيز التنفيذ، ويكون هناك حساب مركزي مفتوح للبنك المركزي العراقي تودع به الإيرادات حسب قرار الموازنة. أعتقد هذه نية نية الأتراك، وأعتقد هي تخالف نية الأكراد. دكتور محمد، دكتور غالب محمد، حياك الله مجددا. نتحدث عن الجانب العراقي اللي قام بزيارة تركيا، أيضا جرت بعض المداولات مع أنقرة في بغداد، ليش تعذر الوصول لنتائج في الاجتماعات المهمة والمصيرية كما وصفها الخبراء؟ تحياتي لك ولضيفك الكرام وللمشاهدين الكرام. طبعا كما نعرف يعني تركيا قبل يومين كانت اكو اجتماع بين تركيا يعني بين اللجان الفنيه في وزاره الطاقه في تركيا مع وزاره النفط العراقي او وفد العراقي، ولم يتفقوا على
على حل هذا الموضوع واستئناف تصدير النفط لاقليم كردستان، وهذا يعود على ان تركيا يريد ان يكون طرف ثالث في الموضوع، اي يكون مستفيدا اول في مساله تصدير النفط لاقليم كردستان، وهو يحسب النفط يحسب ان نفط الاقليم كردستان ملكا له، ليس ملكا للشعب الكردي او للشعب العراقي باحرى او للعراق بشكل كامل. يعني هو الان عنده سطوه امنيه في منطقه الاقليم كردستان، وعنده 41 قاعده عسكريه تركيه، وطائراته يوميا تقصف مناطقنا من السليمانيه، يبدا حتى زاخو واربيل وفد مرات يدخل للحدود العراقيه في مساله شنغال في موصل في مناطق اخرى. لذا تركيا يتعامل بقوه مع هذه الموضوع، وهو كانت مستفيد الاول من النفط الاقليم كردستان. يعني كانت اكو عقد خمسينية بين عائله البرزاني وخاصه النجيروان برزاني مع الشركه البوتاش التركي الذي يعود لعائله الاردوغان. هذه الشركه لها صلاحيات، اعطى بواسطه هذا العقد اعطاها مجموعه من الصلاحيات، نقل النفط، خزن النفط اقليم كردستان، وبيع النفط لاقليم كردستان، وثم رجوع جزء من الايرادات الى مصرفين في تركيا اسمه اتش اس بي سي وهالبنك، وبعد ذلك تنقل الاموال الى مصرف اسمه ار تي في اقليم كردستان، وهذا المصرف يعود للمسرور برزاني او جزء من شركه ستيرل جروب الذي هو بالاصل للمسرور برزاني. لذا التركيا كان مستفيد الأول من الإيرادات النفط، يعني لكل برميل نفط كان تركيا يستفيد أكثر من 19 دولار. لذا يعني الحصة الأسد في النفط الأقليم كردستان كانت لتركيا وللشركات التركية كجنال إنرجي، بيت أويل، بوتاش التركية وشركات الأخرى السيكوريتي أو خدمية اللي موجودة في أقليم كردستان. فتركيا الآن يريد أن يعني يحصل على هذه النسبة اللي كما كانت سابقا. أما الموضوع متغير، يعني الآن ليست اتفاق بين عائلة وبين تركيا، الآن توجد اتفاق بين العراق وبين دولة اسمها عراق، وعندها وزارة النفط وعندها شركة سومو وعندها مجموعة من القوانين وأنظمة داخلية لتعامل بالنفط وبيع النفط وبأسعار. لذا أيضا تطلع عندنا في قضية مهمة، ما يقدر العراق يتفق مع تركيا على أسعار بهذا الأسعار. طيب. في يعني عندي معلومات آخر سعر الذي قالها تركيا هو 9 دولارات لكل برميل نفط، ولكن هذه يعني سعر يعني مرتفع جدا. لذا العراق يريد أن يعطي لكل برميل نفط 3 دولارات بالنسبة للنقل وخزن النفط، وأما بيعها من هو من صلاحية السوم وليس من صلاحية البوتاش التركي. طيب أستاذ مصطفى، ليش تحاول تركيا ابتزاز العراق والعمل على مبدأ لي الأذرع؟ يعني هنا هل بغداد هي مستهدفة، أو تسقط بغداد الغرامات المالية بمعنى أصح؟ هل بغداد راح تسقط الغرامات المالية اللي فرضتها غرفة التجارة الدولية جراء تعاملاتها غير الرسمية مع أربيل واللي وصلت إلى 1,400,000,000 دولار؟ نعم، هي بغداد حقيقة وضعت هذه الورقة جانبا، لأن الأتراك عندهم عقود مثل فضل ضيفك الكريم، عندهم عقود مع كردستان، عقود بلاك ليست لمدة 50 سنة عقد الشراكة. احنا في الدستور العراقي لا يوجد شيء اسمه شراكة، النفط العراقي هو نفط ملك الشعب العراقي، يستثمر نعم لصالح الدولة العراقية، أما أجيب شريك ماكو شيء. لكن كردستان برغباتهم العمل منفردا وراحوا إلى ذهبوا إلى عقود شراكة وليس جولات تراخيص، لأن هم ما يقدرون يجيبون جولات تراخيص عالمية، عندهم شركات انسحبت لأن هم ما عندهم هذا الحق، فجابوا جولات تراخيص شركات بلاك ليست استثمارية تأخذ 50% من الأرباح وتعطيهم 50%. فبالنتيجة هذه الغرامة تركيا عندها ملفات ممكن تحولها على كردستان، فما سوينا شيء. كردستان تاخذ من عندنا 13 تريليون، احنا بدنا نعطيها تقريبا مخصصات لها ونخصم من عندها بعدين جزء ونعطيها جزء، فالغرامه على كردستان يعني غرامه علينا. فاعتقد هذه الورقه سقطت من الحسابات. الان الحسابات كيفيه فك الشراكه، هذه العقود البلاك ليست اللي سوتها كردستان كيفيه تفكيكها، كيفيه هي حصتنا احنا ما قاعد نهر، هم دي يستخدمون نظريه التهريب، يقول لك انا اهرب لك واخذ هالقد، ما يهربوا لي انا ابيع 400,000 عبر جيهان واحطها حصتي انا مال اوبك.
فبالنتيجه انا ما اريد اهرب، انا اكو اسواق دوليه، اكو شركات متعامل وياها، ما اريد اهرب حتى هذه التكلفه العاليه. فالحسابات مستمره. اما جوابا بالدقه على سؤال حضرتك، نحن دوليا ضعيفين الان يعني لما وزاره النفط تحركت واشتكت دوليا اخذنا حقوقنا. هم في مواضيع اخرى يعني حقيقه مثل الامن مثل المياه، شوف حضرتك استاذ احمد ولو الموضوع شويه خارجي بس حتى المواطن نعم. تكون عنده فكره. الان لو عندنا وزاره موارد مائيه وطنيه حقيقيه تروح تقدم شكوى على تركيا، تركيا بس تطلع من اتفاقيه لوزان ب 23 مستحيل بعد تعطينا هاي الحصه اللي احنا 230 متر مكعب الثانيه اللي هي نص حصتنا، المفروض احنا ناخذ 500 متر او 580 تعطينا 230 بس تسوي سد الجزره وناوي تسوي وبدت تاسيسه يصير حصتنا 50 الى 80 متر مكعب الثانيه ما يكفي مياه شرب. روح اشتكوا يا وزاره الموارد المائيه على 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 تركيا هسه تطلع من لوزان، ما تطلع يا مدح المشاكل الدوليه، ما حد يقبل يروح يشتكي. فنحن ضعيفين استاذ احمد بالجانب الدولي. وزرائنا حقيقه وكثير من حكوماتنا السابقه بالذات وحتى الوزير الرحالة وزير وزاره الموارد المائيه متلكئ جدا. تركيا تقطع المي، هي في طور الخروج من اتفاقيه لوزان، اروح اقدم شكوى دوليه. انا سويت دراسه على القوانين، قوانين المياه العالميه، 90% شك العراق ومستعد اقدمها لوزاره الموارد المائيه مجانا. طيب بس يروحون يشتكون. يعني منذ سنوات كان انه الموضوع يدور حول المقارنه برميل النفط يساوي برميل ماء، ولكن يعني اذا كانت هنالك دكتور غالب اجور وخدمات تدفع لتركيا جراء مرور النفط العراقي عبر خطها النفطي، شو راح تكون خساره يعني كما يبدو هي بطبيعه الحال راح تكون مشتركه. طيب ليش تستثمر تركيا او تستمر في المماطله لهذا الاستئناف رغم انها هي مستفيده؟ هل ترنو انظارها صوب تحقيق ارباح اكثر على حساب العراق؟ استاذ العزيز، هو الان يتفاوض على ان يكون ارباحها كما كانت في السابق. انا قلت يعني نحن في اقليم كردستان تم تصدير نفط من 2000 وتقريبا 7 حتى هذا السنه نحن نتكلم تقريبا وصل الى مليار واكثر من مليار و500 مليون برميل مصدره الى الخارج. تركيا كانت مستفيده الاول، يعني تركيا استفادت اكثر من 15 مليار دولار من الايرادات النفط الاقليم كردستان. هذا قانونيه، ما اعرف غير قانونيه التهريب وما ادري شنو هذه الاشياء، انا ما اعرف. هذا قانونيه اللي نحن نتكلم عليه. عندها شركتين اسمها جنال انرجي يستثمر في اكثر من 3 حقل في اقليم كردستان، وعنده شركه اخرى اسمها بيت اويل يستثمر في حقلين في اقليم كردستان. لذا المستفيد الاول في النفط هو تركيا، ولكن تركيا يريد ان يضغط على العراق لكي ان يقبل العراق شروط تركيا. لذا على العراق ان لا يقبل هذا الشروط، لان هذه غير قانونيه وغير دستوريه. يعني تركيا ياخذ يكون طرف ثالث في النفط، النفط كان هذا النفط اللي موجود في اقليم كردستان من زاغوه للبصره هو ملك للشعب العراقي، ليس ملك لتركيا، ونحن لسنا جزءا من تركيا كي يتعامل معنا ان يكون شريكا في نفطنا. لذا هو اقليم كردستان هو جزء من العراق، لذا ليست على تركيا ان يرفض شروطها علينا. هو مو اكثر يعني خلي نقيسه، هو 400 الف برميل يوميا. العراق الان يعني يستهلك اكثر من 900 الف برميل يوميا في الداخل. لذا العراق يستطيع ان يستفيد من هذا النفط في الداخل ويعوضها في بصره او مناطق اخرى. لذا تركيا يريد ان يضغط على العراق ويستفيد من جميع الكارت اللي عنده فخر، كالكارت المياه او طرق اخرى او حتى عنده يعني حتى القوى السياسيه اللي موجوده، جزء من القوى السياسيين او قاده سياسيين موجوده في اقليم كردستان او في العراق هم متفقين مع تركيا ويريدون خيرا لتركيا ولا يريدون خيرا للعراق. هذا مع الاسف يعني الذين يحكمون في اقليم كردستان يريدون خيرا لتركيا ولكن لا يريدون خيرا لمواطنهم في اقليم كردستان. طيب. يعني تركيا في موازنه، عفوا مو موازنه، في 2022 ايرادات النفط الاقليم كردستان وصل ل 13 مليار دولار. طيب اللي وصل للخزينه اقليم كردستان 5 مليارات والباقي 8 مليارات ذهبت باسم مصروف، باسم نقل النفط، باسم
بيع النفط، وجزء الأكبر من هذا الأموال كانت للتركيا والشركات التركية وجزء أخرى للشركات العوائل الحاكمة. دكتور يعني غالب، ما دام حضرتك فتحت قضية لغة الأرقام، خلي أتوجه للأستاذ مصطفى. دكتور مصطفى، بلغة الأرقام كم بلغت خسائر العراق جراء توقف صادرات النفطية من حقول الشمال منذ 25 من شهر آذار وبمعدل 450 ألف برميل يوميا؟ يعني المباشرة قرابة 1.5 مليار دولار، يعني كان المفروض نصدرها تلكينا عنها، لكن هي الغير مباشرة احنا ما قاعد يعني نوقف. يعني شلون تفضل ضيفك الكريم، احنا لما ما قاعد نصدر عن طريق كردستان قاعد نعوضها عن طريق المحافظات الأخرى، لكن هسه احنا نريد نرجع عن طريق كردستان حتى ننفذ الموازنة، لانه معقولة الجنوب والشمال والوسط يصدر وهاي والشمال بس ياخذ سعر الحاضر. فهو الهدف من هاي التفاوضات احنا نقدر نعوضها عن طريق الجنوب، نقدر نصدر 3.5 مليون برميل حسب اوبك وخلص، البقية هاي نبقيها عند كردستان ونسحبها المصافي. لكن هو القانون الموازنة مال 13 اول يقول لك يلتزم كردستان بالتصدير عبر حقوله باتفاق مع سومو عن طريق سومو. فبالنتيجة احنا دايدين ننفذ الموازنة، دايدين نسوي جزء، لان انت تعرف حضرتك اذا سحبنا النفط ودينا حقولنا حيصير اكو تكلفة، هاي التكلفة شلون، هم عندهم شركات، احنا ما نريد ندخل بهذا المجال، ما نريد ندخل بحساب وايراد اخر. فبذا تجي على خسارة مباشرة 1.5 مليار دولار، اذا نجي هل هي يعني تحققت؟ لا ما تحققت. ليش؟ لان احنا قمنا بعملية التصدير عن طريق يعني منافذنا الاخرى، لكن هي كردستان نعم صار عندها بعض الخسائر وشركاتها عندها بعض الخسائر، لذلك شوفهم يعني كانوا متلهفين على قانون الموازنه. دكتور غالب، يعني حضرتك كنت عضو لجنه النفط والغاز النيابيه، هنا نتحدث عن شلون نوقف هذه الخسائر. لجنه النفط والغاز النيابيه اقترحت على وزاره النفط نقل صادرات الاقليم اما عن طريق الجنوب أو خط كركوك بانياس، أيهما الأقرب للتنفيذ وأمكانية التطبيق والحفاظ على هذه الثروة الوطنية وعائدات النفط على الموازنة للإقليم وللمحافظات الجنوبية؟ هو أكو الآن لجنة يشتغل على أنبوبة الكركوك سوريا، يعني كركوك سوريا، ولكن المشكلة هذا يعني هذا الخط خط قديم وعندها مشاكل كثيرة، يعني يحتاج إلى وقت لتصليح هذه الخط بشكل كامل. أما بالنسبة لنقدر نستخدمها في الداخل، يعني خلي إذا نتكلم عن الموازنة، يعني بالموازنة مكاتبين فقط تصدير من قبل سومو، يعني كاتبين إذا لم يستطيع أن يصدرها سومو يستطيع يعني وزارة النفط العراقي أن يستخدم النفط في الداخل أو ينقلها بطريقة أخرى. يعني اكو طرق اخرى، يعني اكو طرق صهاريج، بس التكلفه مالها يعني يزداد كثيرا على الحكومه العراقيه. لذا احسن طرق اللي هو استخدامها داخليا، ولان الجزء الاكبر من المصافي في العراق قريبه من الحقول النفطيه اللي موجوده في اقليم كردستان، جزءا منها توجد في كركوك او في صلاح الدين او حتى في بغداد. بغداد اقرب، يعني بغداد اقرب من الحقول النفطيه في 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 الشمال او في اقليم كردستان من البصره. لذا يستطيعون ان يستخدمون هذا النفط. هو يعني انا قلت في سابقا، يعني نحن نستخدم يوميا اكثر من 900 الف برميل في استهلاك داخلي. لذا جزء اللي يبقى نقدر نستخدمها في المصافي للمنتوجات النفطية، والجزء الباقي نقدر ننقلها إلى الأردن إلى دول الأخرى بالصهاري. أشكرك شكرا جزيلا دكتور غالب محمد، عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق، أثريت الحوار وانضممت معنا عبر سكايب. الشكر كثير لحضرتك الدكتور مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي ضيفنا الكريم في الاستوديو، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.